أنا اسمي زينب المدهون، مواليد بيروت، عمري 60 سنة، جنسيتي الأصلية فلسطينية بس متأهلة من لبناني، فصرت لبنانية منذ أكثر من 10 سنوات. هي يعني الحمد لله نحن العائلة من وسط، يعني مستوى متوسط، التركيز بتاعنا كتير كان على التعليم، لأنه كفلسطينية بنقول دائما انه الشيء اللي حناخده معنا على فلسطين هو بس العلم، لا حناخد بيت ولا كنبايه ولا عفش. اخواتي كلهم درسوا وتعلموا، ولانه فلسطينيه ما في لهم مجالات عمل بلبنان، فكلهم برا، اثنين بامريكا، واحد باستراليا، اختي بالسعوديه، انا بس لاني تزوجت من لبناني، والحمد لله كثير مبسوطه انه بقيت هون بلبنان، واولادي صار يعني كلبناني عندهم فرص اكثر للعمل، بغض النظر عن الوضع كمان انه مش كتير احسن من الوضع الفلسطيني. دراستي كانت بعلم الاجتماع، كتير لقيت صعوبة انه الكل يتفهم انه ليه بدك تعملي علم اجتماع، علاماتك كتير عالية في تعملي علمي، ليه بدك تعملي ادبي، ليش عمل اجتماعي، شو بدك تشتغلي. بس انا كتير بحب العمل الاجتماعي لانه بحب اختلط بالعالم، بحب ساعد العالم، وبحب اكون دايما عنصر فعال ومساعد لهالناس الأكيد اللي بحاجة لقانون. والوسط اللي أنا جيت منه كمان بحس أنه بحاجة لمساعدة. أكيد مثل كل فلسطينية درست بمدارس أونروا، وقت وصلت للمرحلة الثانوية ما كان في مدارس ثانوية بالأونروا، فدخلت على مدرسة رسمية لبنانية، وبس خلصت كفيت دراستي بالجامعة اللبنانية كمان بعلم الاجتماع. كنت حابة فوت على الجامعة الأمريكية، بس نحن 5 أولاد والبنات كانوا كبار والشباب ورانا، فأهلنا كانوا كتير يعني بدهم إيانا نتعلم، بس الإمكانيات كتير كانت ضئيلة، وأنا كتير كنت حابة أفوت على الجامعة الأمريكية، فكان جواب أهلي أنه أكيد نحن بدنا إياك تتعلم وبدنا كذا، بس ياريت تترك مجال لأخواتك، انه الشباب هن مسؤولين على العائله، هن اذا تعلموا بالجامعه الامريكيه بيصيروا بيصرفوا علينا، بيصرفوا بيساعدونا على القليل، بينهضوا فينا. فكانت انه غصه عندي شوي صغيره اني ما فتت على الجامعه الامريكيه، وما كان في مجال ناخذ قروض كفلسطينيه، ما في البنوك ما بتقبل الفلسطيني، لا في عنده ضمان عمل ولا في عنده ملكية يقدر يرهنها أو يعمل هاي القصص. الحقيقة أنا بس خلصت جامعة لبنانية صح لي فرصة أعمل ماستر، عملته مع جامعة إلينوي، فهيدا الماستر كمان كتير ساعدني بوظيفتي ودعمها أكتر. من ضمن الصعوبات اللي واجهتني بحياتي هي أنه بعد التخرج حاولت أنه لاقي شغل، وكنت بعدي مش ما عندي الجنسية اللبنانية، كفلسطينية كان كتير في رفض، وفي أحدى الجمعيات اشتغلت فيها يعني مدة 6 أشهر، وكان شغلي كتير مهم وكتير حلو، وكتير كان في إطراء يعني وتقبل له. وقت اللي إجا التثبيت قالوا لي بنعتذر لأني فلسطينية، هذا كتير حس بنفسي، وحسيت قديش صعبة إنه الواحد يتعلم يوصل لمرحلة وما يقدر يكفي بس لأنه ما معه جنسية. لا أكيد بوظيفة أحلامي أكيد، لأنه أنا عن جد اختياري كان من الأول هيدا العمل، والحمد لله الله وفقني أنه حتى لو انتقلت من محل لمحل لمحل بس كان كله بنفس المجال ونفس الدومين، أنه ما حدا يوقف قدام أي صعوبة بتواجهه، دائما يكون في أمل، دائما في طرق كتيرة لحتى يقدر الواحد يتغلب عليها ويضل في عنده إيمان وصبر. وهذا البلد نحن اللي عايشين فيه كلنا بنعاني بنفس المعاناة، كلنا بنواجه نفس الصعوبات، فياريت نتوحد ونقدر كلنا نشتغل عليها.